شلير غريب، امرأة قامت بكسر الصورة النمطية للسيدات العرب، حيث باتت أول سائقة شاحنات كبيرة في العراق، كما تقوم أيضا بتدريب الرجال للحصول على رخصة قيادة الشاحنات. المزيد في هذا التقرير. على الرغم من التقاليد والمحظورات التي لا تزال تحول بين كثير من النساء في العالم العربي وبين تحقيق أحلامهن، تحدت عراقية من إقليم كردستان الصورة النمطية للمرأة وحفرت لنفسها اسما كسائقة شاحنة كبيرة. تلك هي شلير غريب، أول امرأة تقود شاحنة كبيرة في مدينة السليمانية بالعراق، كما تدير أيضا صاحبة 50 عاما مدرسة لتعليم الرجال قيادة الشاحنات، حيث توجه المتدربين من المقعد المجاور لمقعد السائق لكي يتسنى لهم الحصول على رخصة لقيادة شاحنة. أنا أشعر بالفخر لمساعدة أكثر من 1500 رجل للحصول على رخص لقيادة الشاحنات. وقد حصلت شلير في سن 30 على رخصة قيادة لتصبح أول امرأة في مدينة السليمانية تقود بنفسها سيارة الخاصة، ولم تكترث آنذاك لما يقوله المجتمع، حيث لم يكن مشهد قيادتها للسيارة مألوفا في مجتمع محافظ. يتعين علينا ألا نخشى من العمل في وظيفة ما لمجرد أن الرجال يهيمنون عليها. وبعد 8 سنوات بدأت مشروعها الخاص بتعليم النساء قيادة السيارات، لكن لم تأتي أي امرأة لمدرستها في البداية. وعندئذ بدأت شلير دروسا لتعليم القيادة للرجال أيضا، وفوجئت بإقبال كبير من جانب الرجال خلال فترة قصيرة، وتأمل شلير في أن تلهم قصتها نساء أخريات كي يقتدين بها ويسرن على خطاها في تكسير الصورة النمطية للمرأة وإثبات دورها الفعال في المجتمع.